السلام عليكم. النهاردة هنبدأ الجزء الثاني من شابتر 3، نتكلم عن الفورس اون كيرفت سيرفس. خدنا في الفيديو اللي فات كانت البوابة مستوية، يا اما كانت رأسية او افقية او مايلة. النهاردة هنتعامل مع البوابات الكيرفت. فلو عندنا سائل، اي سائل بيأثر على السطح بتاع البوابة بقوة عمودية. فلو كان سطح السائل دون دائريا، فالمحصلة هتمر بالمركز. ادي المحصلة لازم تمر بمركز الدايرة. طيب عايزين نعرف اتجاه المحصلة. لا، عشان نعرف اتجاه المحصلة كل اللي احنا هنعمله هنعمل ثقب في البوابة، نشوف المية هتخرج فين، واتجاه خروج المية هو اتجاه خروج المحصلة. طب عشان نحسب قيمة المحصلة، بنحلل المحصلة في اتجاه في قوة في اتجاه محور اكس وفي اتجاه محور واي، يعني قوة افقية وقوة رأسية. فالقوة الافقية اسمها F horizontal والقوة الرأسية اسمها F vertical. فاحنا الشابتر ده هنحسب القوة الرأسية ونحسب القوة الأفقية ونحسب المحصلة ونشوف زاوية ميل المحصلة ونشوف المحصلة هتأثر فين على البوابة. فنيجي للفورس الهوريزونتال. ايه هي الفورس الهوريزونتال أصلا؟ هي القوة المؤثرة على مسقط الكيرفت سيرفس على المستوى الرأسي. فاحنا بنفرض إن في مستوى رأسي، بنسقط الكيرف على المستوى الرأسي ده. فأول نقطة في الكيرف هي مسقطة هنا، وأول وآخر نقطة في الكيرف هي مسقطة هنا. كأننا بنتعامل مع بوابة عادية زي الفيديو اللي فات أو الشابتر جزء الشابتر اللي فات. فبنتعامل مع المسقط، فالفورس الهوريزونتال هتأثر زي الشابتر الجزء اللي فات، هتأثر في مكان بيبعد عن السي جي مسافة اسمها دلتا. بنفس القوانين إن الإف هوريزونتال بتساوي جاما في الأريا في الإتش بار. الاريا هي الطول في العرض. فطيب الطول هو الار اللي هو القطر، والعرض هو البي اللي هو الجزء الداخلي. لو ما لكش العرض كام، فاحنا بنفرده واحد، يعني واحد الطول. الاتش بار هي الواي زائد الار على 2. ان السي جي بيأثر في منتصف البوابة فيأثر في ار على 2، والواي هو الارتفاع لحد الفري سيرفيس، او الارتفاع من اول طرف البوابة اللي فوق لحد الفري سيرفس. زي هنا مثلا، ادي الواي وادي ار على 2. لو احنا فرضنا ان في البوابة رأسية هنا عشان نشوف قيمة او نحسب الاف هوريزونتال، فجبنا الاف وعارفين القوانين بتاعتها، والدلتا عارفين الدلتا بتساوي اي سي جي على الاريا في الواي بار. الواي بار هو الاتش بار عشان الالفا 90، والاي سي جي هو مساحة تراينجل اللي هو مساحة مستطيل اللي هو البي في الار كيوب على 12. الار كيوب هو الجزء الظاهر، والبي هو الجزء المخفي اللي هو الطول اللي جوه. نيجي نشوف كده، احنا خلصنا الاف هوريزونتال، عرفنا القوانين وعرفنا بتأثر فين وبنتعامل معاها كأنها بليت او بوابة عادية، يا اما رأسية او افقية. طيب الاف الفيرتيكال، نيجي بقى نحسب القوة الرأسية الاف فيرتيكال. فالقوة الرأسية هي تعريفها هو وزن السائل المحصور بين الكيرفت سيرفيس ومسقطه على الفري سيرفيس. هو وزن السائل، يعني عشان نحسب قيمة الاف فيرتيكال في القانون ده، نعوض في القانون ده، الاف فيرتيكال بتساوي وزن، والوزن هو جاما في فوليوم. يا اما الاف فيرتيكال لأسفل او اف لأعلى. هنعرف اتجاه الفورس دلوقتي. طيب عشان نعين الوزن بنعمل ايه؟ بنسقط النقطة يعني أول نقطة على الكيرف وآخر نقطة على الكيرف على مستوى الفري سيرفس، بس بشرط عندنا اللي لو في نقطة انقلاب هتختلف في الموضوع. نيجي نشوف ازاي نعين الوزن ونشوف مكان تأثير المحصلة فين، وازاي نحسب المحصلة لو من غير نقطة انقلاب، يعني لو ما فيش نقطة انقلاب على البواب. فاول حاجة هنحسبها ان لو في مفيش نقطة انقلاب، هنسقط ادي البوابة، هنسقط اول بوابة واخر بوابة على الفري سيرفيس. هنسقط ال A وال B اللي هي على الكيرفد سيرفيس على الفري سيرفيس. يعني ادي ال B، هنسقط نقطة B هي ال B داش، ومسقط نقطة A هي ال A داش. نفس الكلام هنا، مسقط نقطة A هي ال A داش، مسقط نقطة B هي ال B داش. وتكون المركبة الرأسية هي عبارة عن وزن السائل المحصور بين الكيرفت سيرفيس
ومسقطه على الفري سيرفس، يعني المركبة الرأسية هي هتكون وزن الحتة دي كلها وهتكون وزن الحتة دي كلها. طب ازاي نحدد اتجاه المحصلة لو مفيش نقطة انقلاب؟ نعتبر وجود ثقب في الكيرفت سيرفس، فيكون اتجاه خروج السائل هو اتجاه المحصلة. كده احنا عارفين اتجاه المحصلة، فلما ادي اتجاه المحصلة وادي اتجاه المحصلة، فلو عملنا ثقب هنا المية هتخرج من هنا، فهتبقى لو السائل فوق الكيرفت سيرفس، يعني ادي الكيرفت سيرفس والسائل فوقيه، يبقى الاف فيرتيكال هتكون رأسيا لأسفل زي هنا. طيب لو السائل أسفل الكيرفت سيرفس، هتأثر الفيرتيكال الفورس فيرتيكال رأسيا لأعلى، بمعنى إن السائل مغمور هنا كله وهنا مفيش حاجة، فلما لو جينا أسقطنا النقطة دي هتبقى مسقطة هنا، وأسقطنا النقطة دي مسقطة هنا، وآدي اتجاه المحصلة، يعني المية هتخرج كده، يعني اتجاه الـ F vertical لأعلى. هنا كان المية هنا، فلو عملنا ثقب في البوابة وآدي اتجاه المحصلة، فالمية هتخرج كده، فالـ F vertical هتبقى لأسفل. نيجي نشوف بقى ازاي نحسب الـ F vertical. الـ F vertical هنا هتبقى الوزن، والوزن هو جاما فوليوم، والـ F vertical بتأثر لأعلى. الجاما ثابتة، الفوليوم هنفكها الاريا في الارتفاع. طيب اريت ايه؟ هي اريت الشكل ده كله او الحجم ده كله، مساحة الشكل ده، مساحة الشكل ده هو مساحة المستطيل كل الكلي ناقص مساحة الربع دايرة اللي تحت. فاحنا كده جبنا مساحة الشكل ده نضربها في الارتفاع، كده جبنا الفوليوم، نضربها في جاما، كده جبنا الاف فيرتيكال. نفس الكلام هنا، الاف فيرتيكال هتساوي الوزن بس لأسفل، تأثيرها لأسفل، الوزن جاما فوليوم، والجاما اهي الفوليوم هو اريا في الارتفاع. طب انهي اريا؟ هي اريا المستطيل زائد اريا ربع الدايرة. كده احنا نقدر نحسب الاف فيرتيكال باننا نحسب قيمة الفوليوم، باننا نحسب قيمة الاريا، ويبقى عندنا قيمة الارتفاع والجاما بتاعت السائل، لو ضربناهم في بعض كده نجيب الاف فيرتيكال مقدارا. وكده احنا عرفنا اتجاه الاف فيرتيكال هيأثر فين. طيب نيجي نشوف بقى الخط عمل القوة دي مكان تأثيرها فين بالظبط. فتؤثر القوة الاف فيرتيكال في مركز ثقل الحجم المحصور بين الكيرف سيرفيس والفري سيرفيس، بمعنى لو دي ربع دايرة ودي البوابة، يعني في الربع دايرة ده الاف فيرتيكال هتأثر في السي جي، والسي جي بيبعد عن القطر اللي على الشمال او بيبعد عن القطر اللي فوق مسافة مقدارها 4 r على 3 باي، فالاف فيرتيكال هنا هتأثر في السي جي، يعني الاف فيرتيكال بتاعت اي شكل هتأثر في مركز الثقل بتاعت الشكل ده. نيجي نشوف مثال هنا كده، هو عايز يحسب احنا في اف فيرتيكال هنا، فهو عايز يحسب الاف فيرتيكال بتاعت الجزء ده والجزء ده بكام. فالشكل ده هو مستطيل، فالاف فيرتيكال هتأثر في السي جي بتاعت المستطيل. طب السي جي هتأثر في اللي هو دي كلها ار، فالسي جي هتأثر في المسافة ار على 2 بالنسبة لنقطة او، هي النقطة الاورجنت. طيب ده الجزء المستطيل، الجزء الربع دايرة الاف فيرتيكال عنده هتأثر في السي جي بتاع ربع دايرة اللي هو بيبعد مسافة 4 r على 3 باي. فعشان نجيب الاف فيرتيكال اللي بتأثر هنا والاف فيرتيكال اللي بتأثر هنا محصلتهم بتأثر في مكان فين، هنسميها المكان ده هنسميه اكس بار. طب الاكس بار هنجيبه ازاي؟ هنجيبه من القانون بتاع الاكس بار. الاكس بار بتساوي الاريا الاولى في المسافة بتاعت مكان تأثير المحصلة في المسافة اللي بيبعد عنها، بمعنى ان المحصلة الاف فيرتيكال ان الفورس الاف فيرتيكال بتأثر هنا بتبعد عن الاورجن مسافة مقدارها ار على 2، والاف فيرتيكال اللي بتاع ربع الدايرة هتأثر
في المكان بيبعد عن الاوريجين اللي هو الاو مسافة مقدارها 4 r على 3 y. فاحنا كده جبنا الاكس دي، جبنا الاكس دي وعندنا مساحة الشكل ده، مساحة الشكل ده هنقسمها على مجموع المساحتين، كده احنا جبنا الاكس 4. فاحنا عندنا الاكس 1 والاكس 2 والاي 1 الاي 1 والاي 2. نعوض في الاكس بار، في القانون بتاع الاكس بتاع الاكس بار نجيب قيمة الاكس بار. ممكن نجيبها بطريقة تانية، ان احنا نجيب العزم عند نقطة O. بما ان المحصلة بتمر بالأورجنت يعني هتمر بنقطة O، فالمحصلة بزيرو، فمجموع عزوم القوة حول النقطة دي بتساوي عزم المحصلة حول النقطة دي، والمحصلة بزيرو فهيتساوي ال F في المسافة بعدها عن نقطة O ناقص ال F horizontal ناقص ال F vertical في بعدها عن نقطة O. فبعد ال F horizontal عن نقطة O هو r على 2 زائد دلتا. r على 2 هو نص البوابة، والفورس بتأثر عن بعيد عن السي جي مسافة دلتا، فنجمع الاتنين يبقى هو ده المسافة عن نقطة O ناقص ال V2 في الإكس بار اللي احنا جبناه اللي احنا عايزينها. فالمعادلة في مجهول واحد هو الإكس بار، كده نقدر نجيب الإكس بار. طب احنا كده جبنا ال F vertical وال F horizontal، عايزين بقى نجيب مقدار المحصلة. فالمحصلة هتساوي الجذر بتاع F horizontal square زائد F vertical square، ده المحصلة مقدارها. طب عايزين نشوف اتجاه المحصلة بيميل الزاوية قد ايه، فتان ماينس 1 ال F vertical على F horizontal هيدينا قيمة الزاوية. يبقى كده الزاوية أو المحصلة بتميل على الأفقي بزاوية اسمها ألفا. وما ننساش إن المحصلة بتمر بمركز الدوران أو بمركز الدايرة. في سبيشال كيس كده عندنا، لو في يونيفورم بريشر يعني لو ده ضغط منتظم على البوابة، فهتبقى ال F horizontal هتأثر في السي جي بتاع البوابة الرأسية، وال F vertical هتأثر في السي جي بتاع البوابة الأفقية. يعني ال F vertical هتساوي ال F F horizontal هتساوي F vertical هتساوي قيمة الضغط، والمساحة احنا عارفينها اللي هو ال B في ال R. فده لو في uniform pressure، يبقى القوة هتأثر في السي جي والضغط هيكون منتظم. كده بقى خدنا الفورس لو مفيش نقطة انقلاب. نيجي بقى نشوف لو الفورس فيها، لو البوابة فيها نقطة انقلاب فهنعمل ايه. دي نقطة انقلاب، يعني البوابة جزء فوق والبوابة جزء تحت. فهنقسم الجزء لحاجتين، فيتم اسقاط اعلى نقطة اللي هي ايه ونقطة الانقلاب اللي هي سي على الفري سيرفيس. يعني ناخد الجزء الاولاني دوت نسقطه، بعد كده ناخد الجزء التاني ونسقطه. فالجزء الاولاني هو من الايه لحد السي، وكذلك اسقاط اسفل نقطة بي ونقطة الانقلاب سي. هنطرح الجزئين مع بعض، يعني ادي نقطة ايه مسقطها A داش، نقطة C مسقطها C داش، وادي نقطة B مسقطها B داش، وادي نقطة C مسقطها C داش. هنا المية هنا فهتأثر لتحت على البوابة، وهنا المية هنا فهتأثر لفوق على البوابة. المركبة الرأسية بقى اللي هو الفرق ما بين القوتين دول، هي عبارة عن الفرق ما بين شكل واحد والشكل اتنين. طيب ازاي نطرح الشكلين؟ انت عندك نقطة C هي نقطة C، ونقطة B داش هي نقطة B داش B A. فلو جينا وصلنا اللي هو الكيرف دون هنا كده فيدينا الشكل ده، فالشكل ده هنطرح منه الشكل ده اللي هو يعني المثلث ده أو جزء المنحنى ده أو الكيرف ده، نطرح منه الكيرف ده نحط الشكلين على بعض هيبقى في شكل متطابق. فالشكل ده لما يطرحه هيبقى هيتشال، فيفضل نص الدايرة دي. وهتأثر ال F vertical لأعلى عشان الحجم هنا أكبر من الحجم هنا. طيب ال F vertical اللي هي التوتال هتساوي ال F vertical التانية عشان حجمها أكبر اللي هي الأعلى، زائد ال F vertical الأولى بس عشان القوتين في عكس الاتجاه فاحنا بنطرحها. فال F vertical total هتبقى لفوق، والقانون بتاعه هو جاما في الفوليوم بتاع الشكل ده. طب في حالة كده عندنا، لو في حالة
القطعة الدائرية أو السيجمنت سيجمنتال اريا. فنفس الكلام ادي المية، يعني هناخد دي نقطة انقلاب في السيجمنتال اريا، فهنقسمها لجزئين اللي هو الجزء اللي فوق، وبعد كده هناخد الجزء اللي تحت. فالجزء اللي فوق هنسقطه على الفري سيرفيس، بتبقى البي هي البي داش، والاي نفسها نفس المسقط، والبي هتبقى البي داش، والسي هتبقى السي داش. فالفوليوم بتاع الفوليوم هنا الشكل ده كله زائد الجزء ده، والفوليوم هنا الجزء ده بس. فلو جينا حطينا الشكلين على بعض هيبقى في شكل متطابق اللي هو الجزء ده والجزء ده، لما نطرحهم هيدينا النص او القطعة الدائرية اللي هو نص دايرة. تمام. ف F vertical total هي F vertical 2 عشان الفوليوم اعلى، فتبقى المحصلة هتبقى ال F دي لأعلى، زائد ال F V1 هي الأسفل، فهتبقى المحصلة في اتجاه الأعلى عشان الفوليوم هنا أكبر. وال F هتساوي الفوليوم الجاما في الفوليوم بتاع الشكل ده. طب الشكل ده عشان نسهل علينا الموضوع، هو مساحته هتبقى نص R سكوير في سيتا ناقص ساين سيتا. ساين سيتا، السيتا هنا بالدرجات، والسيتا هنا بالتقدير الدائري. فده لو شكل القطعة دائرية، يبقى احنا عارفين المساحة هنعوض على طول في القانون نقدر نجيب ال V vertical. ادي مثال على الكلام ده. هو عايز يحسب الفورس اللي هتأثر على البوابة A B C. مدينا نص القطر بخمسة، ومدينا ان الزاوية ما بين نص القطر ونص القطر 60، وعايز يحسب ال F horizontal وال F vertical. طب نيجي نحسب ال F horizontal. F horizontal بتساوي جاما في الاريا في ال H bar، جاما بتاعت الوتر، الاريا هنا اللي هو اريت اللي هو الطول بتاع البوابة، اللي احنا هنسقط البوابة دي اسقاط رأسي، فتبقى النقطة دي مسقطها النقطة دي، والنقطة C مسقطها النقطة دي. فطول البوابة هنا خمسة، خمسة دي جت ازاي؟ لو احنا خدنا من عند مركز الدايرة خط أفقي، هتبقى الزاوية دي 30، يعني الزاوية 60 هتبقى 30 و30. فالضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر، فهتبقى الحتة دي 2.5 والحتة دي 2.5، فالبوابة كلها خمسة. فأدي طول البوابة. في العرض هو ما قاليش العرض بكام، فاحنا العرض هو واحد الطول، هتبقى بواحد، يعني البي هنا بواحد. في الارتفاع الاتش بار اللي هو الارتفاع اللي هو من اول السي جي لحد الفري سيرفيس، والفري سيرفيس هنا ملامس لأول سطح البوابة، فيبقى 2.5. كده احنا جبنا قيمة الفورس. هنجيب بقى تأثيرها، مكان تأثيرها فين؟ نعوض في القانون بتاع الدلتا، هتبقى الـ ICG على الأريا في الـ Y bar هتساوي 1 في 5 تكعيب على 12 في 5 في 1 في 2.5. هكده نقدر نجيب مكان تأثيرها. كده احنا جبنا الـ F horizontal. طب نيجي نجيب الـ F vertical. الـ F vertical احنا قلنا ان الشكل ده الـ F بيتأثر مكان، يعني خط تأثيرها اللي أعلى. فالقانون بتاعها هو جاما في فوليوم، واحنا عارفين الجاما وعارفين البي والاريا احنا عارفينها، فنعوض تعويض مباشر نقدر نجيب الاف فيرتيكال. فده مثال بسيط على سيجمنتال اريا. نيجي لشكل تاني عندنا، هو السفيريكال كاب. دي سفير كورة، ودي الجزء اللي تحت ده البوابة، وهنا في ليكويد. فالفوليوم بتاع الجزء ده هو هيساوي الباي على 3 في ال H كيوب في 3 R ناقص H. ال H اللي هي من أول الجزء ده اللي هو السطح بتاع السائل لحد آخر حاجة في آخر نقطة في البوابة. ال H ده قانونها ايه؟ هو R ناقص R كوزاين ثيتا. فده لو في سفيريكال يبقى احنا عارفين الفوليوم بتاعها. طب احنا كده خلصنا فكرة الشابتر، يعني عامة ان لو في نقطة انقلاب هنعمل ايه، لو مفيش نقطة انقلاب هنعمل ايه. نيجي كده نذكركم بالشابتر او ملخص الشابتر، ان في اتش بنحسب اف هوريزونتال واف فيرتيكال. فالاف هوريزونتال بنعمل ايه؟ هو بنسقط البوابة على كأنها بليت، يا اما رأسي او يا اما افقي على حسب شكل البوابة، ونعين منها الاريا، ونعين الاي سي جي، ونعين الاتش بار والواي بار، نعوض في القانونين نجيب الاتش هوريزونتال.
ديا كده احنا عرفنا نجيب ال H horizontal. طب ال F horizontal، طب ال F vertical هو احنا بنسقط البوابة على سطح على ال free surface، وعرفنا ان في ال F vertical لو مفيش نقطة انقلاب نعمل ايه، ولو في نقطة انقلاب نعمل ايه. والقانون بتاع ال F vertical هو الوزن بيساوي هيساوي الجاما في الفوليوم، واحنا عرفنا ازاي نحسب الاشكال والفوليوم، ازاي نطرح الفوليوم من الفوليوم، وازاي نجمع الفوليوم على الفوليوم. وفي شكلين اللي هو الشكل السيجمنتال اللي هو الاريا بتاعته قانون هنعوض فيه، والفوليوم بتاع السفيريكال قانون هنعوض فيه. يتم تحديد اتجاه الاف فيرتيكال على حسب شكل المسألة زي ما احنا شفنا، لو بنعمل ثقب في البوابة ونشوف المية تخرج منين، ومكان مكان خروج المية هو هنحط اتجاه الاف فيرتيكال. مننساش كمان الاكس بار، لو في كذا اف فيرتيكال عايزين نجيب المسافة بتاعت التوتال اف فيرتيكال بالنسبة للنقطة الاورجنت او النقطة فوق، فاحنا في قانون بنعوض في الاكس بار. او ممكن ناخد العزل عند الاورجنت او عند النقطة او للاف اتش والاف في، من خلالها نقدر نجيب الاكس بار. مننساش ان المحصلة مقدارا هو الجذر تربيعي الاف هوريزونتال تربيع زي الاف فيرتيكال تربيع، والالفا بتساوي 10 ماينس 1 اف فيرتيكال على الاف هوريزونتال. كده احنا خدنا ملخص للشابتر وفهمنا الافكار اللي فيه وفهمنا نعمل ايه، وفهمنا ان احنا بنجيب قوتين ومن خلالها نقدر نجيب محصلة ونجيب ميل محصلة، ممكن نجيب الاكس بار وفي اشكال القطاعات، وازاي نحسب الفوليوم وازاي نحسب الاريا بتاعت كل قطاع. نيجي بقى لأول مسألة عندنا أو أول فكرة عندنا، إن في تانك مغلق، فالتانك دون فيه قبة، القبة دي قطرها 4 فيت، والتانك متصل بيوتيوب مانوميتر، متصل بمانوميتر، فعايز يحسب التوتال فورس اللي هتأثر على القبة، التوتال فورس الفيرتيكال اللي هتأثر على القبة كام. علم بقى إن كان قياس المانوميتر كان بيقيس 7 فيت، ارتفاع السائل في المانوميتر كان 7 فيت، والضغط عند الأبر مانوميتر 12.6 باسكال. فهنعمل ايه؟ هنجيب الفرص اللي هتأثر على القبة. تبقى الفرص اللي هتأثر على القبة هي ايه؟ هي في فرصين، فرص نتيجة المانوميتر اللي هو المانوميتر هيأثر بالبريشر على القبة، فنجيب البريشر وبعد كده نضربه في ال بعد كده نضربه في الاريا، نجيب الفورس نتيجة المانوميتر، بعد كده نجيب الفورس نتيجة ضغط المية على القبة ونجمع الاتنين، وكده احنا جبنا التوتال فيرتيكال اللي بتأثر على القبة. طب نمشي خطوة خطوة، هنجيب بالنسبة للمانوميتر هنجيب البريشر اللي على القبة. طيب هناخد مستوى، ده سائل غير الوتر، هناخد مستوى عشان نقول ان البريشر عند هنا بيساوي البريشر هنا، فبريشر 1 بيساوي بريشر 2. طب بريشر 1 هو ايه؟ هو جاما في الاتش بتاعت الوتر زائد البريشر على القبة، تبقى جاما في 6 اللي هو من اول هنا لحد ارتفاع القبة 6 زائد البريشر اللي على القبة، هيساوي الناحية التانية الجاما بتاعت السائل زائد في ارتفاع في الارتفاع اللي هو 7 زائد البريشر اللي على الابر مانوميتر اللي هو تبقى 12.6. هنيجي نعوض، الجاما ووتر هتبقى ب62.4، هنضربها في الارتفاع زائد البريشر احنا عايزينه اللي على القبة، هيساوي 3 اللي هو بتاع الاس جي بتاع السائل في 62.4 عشان نحوله كلها الجاما بتاعت الوتر في الارتفاع 7 زائد 12.6، هنضربها في 144 عشان احنا بنتعامل بالانش والفيت، نغيرها من باسكال للانش والفيت، فاحنا كده جبنا البريشر اللي على القبة نتيجة المانوميتر. طيب هنضرب البريشر في الاريا عشان نجيب الاف فيرتيكال الاولى اللي بتأثر على القبة، الاريا بتاعت القبة اللي هو القطر 4، فالاريا دي هي باي على 4 في 4 سكوير، نضربها في البريشر هنجيب الاف فيرتيكال. فمساحة الشكل ده
اللي هو نص الدايرة باي على 4 في ال ار سكوير في الديامتر يعني. كده بعد ما جبنا الفورس نتيجة البريشر بتاع مانوميتر، هنجيب بقى الفورس اللي الوتر بتأثر على الأوبر. فال F vertical 2 هتبقى جاما في الفوليوم، الفوليوم أني اللي هو الفوليوم بتاع الحجم ده، بمعنى أبسط اللي هو الفوليوم بتاع السلندر ناقص الفوليوم بتاع السفير. طب ليه سلندر؟ عشان المية عاملة قبة، فهتبقى دي سلندر مش مستطيل، يعني الجزء ده كله مش مستطيل، ده سلندر هنطرح منه السفير دي عشان في 3D. نعوض بالجاما ونعوض بالفوليوم بتاع الاسطوانة اللي هو مساحة الاسطوانة في الارتفاع، ناقص نص السفير نص الكورة، هيطلع علينا ال F2. هنجمع ال F1 وال F2 عشان في نفس الاتجاه، هتيجي قيمة ال F vertical اللي بتأثر على الأوبر. في حل تاني هو إن احنا بنجيب الارتفاع اللي هو ال H equivalent بدلالة الضغط، يعني بنقسم البريشر اللي احنا جبناه على ال H على الجاما بتاعة الوتر عشان نجيب ال H equivalent عشان نعمل سطح تخيلي. فقسمنا البريشر على الجاما ووتر، هتطلع ب4.6 فيت، يعني من أول السنتر لحد الأول السنتر بتاع نص الدايرة دي لحد السطح التخيلي ده، الارتفاع ده كله ب4.6 فيت. هنعوض برضك في نفس الكلام، يعني احنا كده جبنا ال H خلاص، هنعوض بال F vertical هتساوي الجاما في الفوليوم بتاع السلندر ناقص الفوليوم بتاع السفير. هنعوض بالجاما ونعوض بالمساحة وهنضربها في الارتفاع، ناقص نص مساحة الكورة في ال... كده احنا جبنا ال F ال vertical. يعني بدل ما نجيب ال pressure ونضربها في ال area عشان نجيب ال force، بعد كده نجيب نجيب ال force بتاعت المانوميتر، بعد كده نجيب الفورس بتاعت الووتر ونجمعهم مع بعض نجيب الفورس توتال، لا احنا جبنا البريشر بدلالة، جبنا الاتش بدلالة البريشر. احنا قسمنا الجاما الووتر عشان نعمل سطح تخيلي للتسهيل والتبسيط. نيجي بقى لتاني مسألة عندنا او تاني فكرة، ان في اسطوانة، الاسطوانة دي في المية على الجزء اللي على اليمين ملامسة لحد سطحها اللي فوق، والجزء اللي على الشمال لحد نص الاسطوانة. فهو عايز يحسب الفورس التوتال فورس اللي في اتجاه الهوريزونتال وفي اتجاه الفيرتيكال. فنيجي نحسب الفورس اللي في اتجاه الفيرتيكال الاول، فهنيجي نبص على الجزء اللي على اليمين، هنلاقي الاف فيرتيكال هتساوي الجاما في الفوليوم، الفوليوم اللي هو الاريا في العمق بتاع الاسطوانه. فهو قايل لنا العمق الاسطوانه كان 1 وكان قطر الاسطوانه 2، فنعوض بالوات جاما الوتر 9810 في مساحة ربع الدايرة، في مساحة ربع الدايرة يعني من هنا لحد مركز الدايرة، يعني دي كده كلها ربع دايرة. مساحة ربع الدايرة تبقى باي على 4 في نص في القطر في العمق. كده احنا جبنا ال V1. نيجي ال V2، ال V2 تساوي جاما في الفوليوم، فالجاما هنفكها 9000، الجاما هتبقى 9810 في الاريا اللي هي بتاعت نص الاسطوانة، فهتبقى نص الاسطوانة هي باي على 2 بس، والعمق جوه بواحد، والنص القطر هيبقى ليه باي على 2 بس؟ مساحة الأسطوانة مساحة الدايرة أصلا باي ار سكوير، والار هنا بواحد، فأنت عايز تجيب مساحة نص الدايرة فتبقى باي ار سكوير على 2، والار بواحد والسمك بواحد، هتبقى باي على 2 بس. نضربها في الجاما، كده احنا جبنا الاف في الفيرتيكال التاني التانية، وجبنا الاف فيرتيكال الأولى، كده فاضل الويت. الاف فيرتيكال الأولى بتأثر لأعلى عشان لو عملنا ثقب هنا هنلاقي ان
المية أو المحصلة بتخرج منه، فتأثير الفيرتيكال أعلى. وهنا برضو لو عملنا ثقب هتلاقي المية بتخرج، يبقى تأثير الفيرتيكال أعلى. هيبقى ال FV1 لأعلى وال FV2 ال FV2 لأعلى وال FV1 لأعلى، والويت هيأثر لأسفل. طب الويت هو MFG، هو مدينا كان مدينا الكتلة 200، هنضربها في عجلة الجاذبية هنجيب الويت. هنجيب سيجما الواي، سيجما الفورسز في اتجاه الواي، هنجمع ال FV1 وال FV2 ونطرح منها الويت. كده احنا جبنا سيجما الفورسز الرأسية. نيجي بقى لل F horizontal، عندك F horizontal بتأثر هنا و F horizontal بتأثر هنا، فهنسقط البوابة دي، هنسقطها رأسي. تبقى ال F horizontal الأولى هتساوي جاما في الأريا في ال H بار، فالجاما 9810، والأريا احنا يعني جبناها او احنا حسبناها في ال H بار. ال H بار اللي هتبقى نص ليه، اللي هو من اول هنا يعني، او نص البوابة من هنا واحد، لا احنا بنتعامل مع الجزء ده، نص البوابة من هنا يعني، ده كل دي كل طول البوابة كلها واحد، تبقى من نص البوابة لحد فوق هتبقى بنص. يبقى الجامع 9810 والاريا اللي هو الطول في العرض، طول البوابة واحد، في العرض اللي جوه اللي هو بتاع الاسطوانة واحد، في ال H bar ان البوابة كلها واحد، وال H bar من اول السي جي لحد الارتفاع السطح يعني كل ده بنص، فهنضربهم في بعض هتطلع قيمة ال F horizontal الأولى. طب ال F horizontal التانية تبقى جاما في الاريا في ال H bar، الجاما 9810 في الاريا اللي هو 2 في 1، اللي هو ارتفاع البوابة دي كلها، ارتفاع البوابة دي كلها 2، اللي هو الطول في العرض اللي هو الداخلي 1، فتبقى 2 في 1 ب2 في ال H bar. ال H bar اللي هو من أول سي جي لحد السطح هتبقى المسافة دي كلها 1. كده احنا جبنا الفورس هوريزونتال الاتنين، هنجيب سيجما الفورس في اتجاه الاكس، نطرح الفورسز. كده احنا جبنا الاف هوريزونتال التوتال، وجبنا الاف فيرتيكال التوتال. دي فكرة المسألة التانية. نيجي نشوف فكرة المسألة اللي بعد كده، ان في سلندر، السلندر دون في جزء منه بيتعرض للمية يعني، فعايز يحسب الهوريزونتال والفيرتيكال فورس اللي هتأثر على الجزء ده. فهنحسب الأول الهوريزونتال فورس، فالهوريزونتال فورس هتساوي الفورس الأولى اللي نتيجة ضغط السائل، والفورس التانية اللي هتأثر تحت، والفورس التالتة بتاعت الفريكشن. فلو جينا بصينا كده نلاقي ان الاف 3 اف اتش 3 واف اتش 2 عكس بعض في الاتجاه ومتساويين في نفس المقدار، فهيلاشوا بعض يعني الاف اتش 2 هي هتساوي اف اتش 3 فهيبقوا بزيرو. فيفضل لك الجزء اللي هو من اي بي سي ده اللي عليه هورزونتال فورس، فهنحسب الهورزونتال فورس اللي عليه تبقى جاما في الاريا في الاتش بار، الجاما 9810 في الاريا. هنيجي نقسم بقى نشوف الطول بتاع البوابة ده الرأسي كام، لما يجي نسكت النقطة دي والنقطة دي على الرأسي، فاحنا عندنا ان نص القطر 1 متر، فيعني الدايمتر كله ب2 متر. لو جينا خدنا مستوى او سطح افق كده لحد النقطة سي، وخدنا سطح افق لحد النقطة ايه، هتبقى الزاوية دي ب45 والزاوية دي ب45. فلو جينا خدنا ساين اتنين الاتنين هيدينا الارتفاع بتاع البوابة كله. بطريقة تانية أسهل زي ما هو شارح كده، إن من أول ال ايه لحد السطح مسافة 1 و2. طب عايزين نجيب المسافة من ايه لحد بي، هنقول ساين الواحد ساين نص القطر عشان الزاوية دي ب45،
هتدينا المسافة دي هي اللي هتطلع بسبعة من عشرة، وهي هي نفس المسافة اللي تحت سبعة من عشرة، فلو جمعنا الاتنين دول هتبقى بواحد وأربعة من عشرة، في الطول الداخلي هيبقى بواحد، واحد الطول الجدار ثابت احنا بنعوض بيه على طول. في الاتش بار، الاتش بار هي من اول السي جي بتاع البوابة لحد الفري سيرفس، يعني المسافة دي زائد المسافة دي هيطلع بواحد وتسعة من عشرة، هنعوض في القانون هتطلع قيمة الاف هوريزونتال. طب نيجي نحسب الاف فيرتيكال، الاف فيرتيكال هني لو جينا لاحظنا هنا كده نلاقي اللي فيه نقطة انقلاب هي البي، فهنجيب نقسم البوابة لجزئين، جزء اللي فوق وجزء اللي تحت، فالجزء اللي فوق اللي هو من أول A لB هنسقطه على السطح، هيبقى ده مسقطه وده الفوليوم بتاعه، ولو جينا عملنا ثقب في البوابة دي هنلاقي المية بتنزل كده، فالفرصة هتأثر لتحت. طيب هيفضل لنا الجزء بتاع من أول B لحد النقطة دي، لا لحد النقطة اللي عند اللي على المستوى المائل. طب ليه هنا ظهر اف فيرتيكال؟ عشان مفيش اف فيرتيكال هنا تعارض الاف الفيرتيكال اللي هتظهر الجزء اللي هو من اول بي لحد النقطة دي، لحد النقطة اي، فهنسقط النقطة اي ونسقط النقطة بي هيدينا الشكل ده. لو جينا ركبنا الشكل ده مع الشكل ده هنلاقي ان الجزء ده هو هو الجزء ده، فلما نيجي نطرحهم من بعض فالجزء ده هيتشال، هنفضل لنا الجزء ده. فلو جبنا حسبنا ال F vertical هتساوي جاما في المساحة في ال H بار، أو الجاما في volume. طيب ال volume هيساوي ايه؟ ال volume هيساوي المساحة في ال H أو في الطول، فمساحة هنجيب مساحة كل شكل ونضربه في الطول، الطول هو بواحد عشان هو الطول الداخلي مش مقلكش بكام، فهنفرده بوحدة الطول هتبقى بواحد، فتبقى هي هي المساحة، يعني الفوليوم هيساوي المساحة عشان واحد الطول بواحد، فهنقسمه لمساحات أو لأشكال نعرف نجيب المساحة بتاعتها. فلو قسمنا الجزء اللي فوق ده مستطيل والجزء ده مثلث، هيفضل الجزء ده نص دايرة، فهنجيب مساحة المستطيل ومساحة المثلث ومساحة نص دايرة. فمساحة المستطيل هو الطول في العرض، فالطول ده هنجيبه ازاي؟ هنحلل القطر، هتبقى 2 كوساين 45 يدينا 1.4، فده الطول في العرض 1 و2، نضربهم في بعض كده جبنا مساحة المستطيل، نجيب مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، ادي القاعدة هو ده الارتفاع نضربه في نص، بعد كده نجيب مساحة الدايرة اهو كلها ونقسمها على النص، او نجيب مساحة نص الدايرة، فادي مساحة نص الدايرة باي ار سكوير على 4 في نص، كده احنا جبنا المساحة لو ضربناها في واحد وحدة الأطوار كده جبنا الفوليوم، ضربناها في جاما كده جبنا الاف فيرتيكال. بس فدي فكرة المسألة، إنك بتعمل عمليات حسابية عشان تجيب المسافات الرأسية وتعرف تجيب الأطوال وتحسب الـ F horizontal والـ F vertical، والـ F horizontal اللي هنا هتلاقي الـ F horizontal اللي هنا، والـ F vertical في نقطة انقلاب، هنرسم الرسمة نقسم البوابة الجزء اللي فوق وجزء تحت ونطرحهم من بعض ونجيب الـ total volume ونطبق في القانون، نجيب الـ F vertical والـ F horizontal. فدي فكرة المسألة التالتة. نيجي للمسألة الرابعة أو الفكرة اللي بعديها، إن عايز يحسب الفورس F دي هتأثر على الشكل ده بكام، مقدارها كام. فنيجي الأول نجيب الضغط أو الـ F horizontal والـ F vertical، فالـ F horizontal هتساوي الضغط اللي هو على البوابة، فالضغط اللي على البوابة هو ضغط الأويل والضغط بتاع الووتر والضغط بتاع السائل اللي تحت الـ SG بتاعه بـ3. فهنيجي ناخد مستوى كده ونساوي، نقول إن الضغط عند واحد هو الضغط عند اتنين، فالضغط عند واحد هيساوي 3 اللي هو الـ SG في الجاما ووتر 62.4، في الارتفاع 1.5، واحنا بنتعامل بالإنش والفيت، ف 62.4 هتساوي الضغط عند 3 زائد الضغط ناتج عن الأويل اللي هو 8 من 10 في 62.4 و4 من 10 في 2، زائد الضغط بتاع المية اللي هو 62.4 في 4 عشان المية دي كلها كده. احنا جبنا البريشر طلع بالنيجاتيف،
معنى ايه البريشر بالنيجاتيف؟ يعني الفورس بدل ما هتأثر كده هتأثر الناحية التانية. بمعنى اننا نعكس اشارة الفورس. فهنجيب ال H horizontal الاولى اللي هو نتيجة اللي هو اللي بتأثر على البوابة نتيجة الاويل، بعد كده اللي هو السائل بيأثر على البوابة بفورس، بعد كده نشوف الفورس اللي هتأثر البريشر هيأثر عليها على البوابة. فال F H واحد هتساوي جاما في الاريا في ال H بار. هنعوض الجاما كده 8 في 62 أربعة من عشرة في 2 في 4، عشان هو قايل لنا إن دي كلها 2 في الطول الداخلي 4 سمك البوابة في ال H بار 1. كده احنا جبنا ال F horizontal اللي هي ال oil بيأثر عليها. هنجيب بقى ال total، هنجيب ال force ال pressure بيأثر على البوابة، هتبقى ال pressure في ال area. البريشر بنيجاتيف هنعكس اشارته، ان بدل ما هو يبقى كده يبقى يعني بدل ما يبقى زي اف اتش واحد يبقى عكس الاتجاه. هنضرب البريشر في الاريا هيطلع لنا قيمة الاف اتش 2. طب عايزين نعرف الاف بيتأثر فين، هنعوض في قانون الدلتا. جبنا الاف بيتأثر فين، كده احنا جبنا الاف اتش واحد وجبنا الاف اتش 2. ممكن نجيب المحصلة ان احنا نطرحهم من بعض، احنا جبنا الاف اتش المحصلة. طب نيجي ال F ال vertical، نيجي بقى ال F vertical. فاحنا عندنا 2 F vertical، ال F بتاعت ال oil وال F نتيجة ال pressure. فال F 2 هو الأعلى، ليه؟ عشان لو عملنا ثقب في البوابة التجارة المحصلة هيبقى الأعلى، فال F دي هتبقى الأعلى. طب ال F 1 اللي هو نتيجة ال pressure، احنا ال pressure بالنيجاتيف، فبدل ما يبقى مع ال F V 2 هيبقى لأسفل. فنجيب ال F V 1 اللي هو pressure في area، ونجيب ال F V، نجيب ال F V 2. ال F V 2 هتساوي ايه؟ هتساوي الجاما في ال volume. طيب ال volume هو ال area في الارتفاع. طب area ايه؟ هو area المستطيل ده ناقص area نص ربع الدايرة. لو طرحناهم مع بعض هيدينا ال volume اللي احنا عايزينه. طب احنا كده جبنا ال F V 2 وال F V 1، وعايز بقى مكان تأثير ال F دي فين فين عن أو عايز ال X بار. فهنجيب ال X بار أو التعويض في القانون. عندنا ال area 1 وال area 2، وعندنا ال X 1 وال X 2. هنعوض في القانون نجيب ال X بار. طيب احنا كده جبنا مكان تأثير كل محصلة أو كل فورس في اتجاه الهوريزونتال وكل فورس في اتجاه الفيرتيكال، وعرفنا بتأثر فين. فهو بقى عايز قيمة الإف اللي هتأثر هنا، فهناخد سيجما المومنت عند الهنش هنجيب الإف. فالإف واحد تبعد مسافة 2 زائد قيمة الإف هوريزونتال في المسافة 1، مسافة 1 اللي هي ال F H 2 ناقص ال F H 1 اللي هو في المسافة بعدها عن الهنج، هيساوي ال F V 1 ناقص ال F V 2 في بعدهم بعد كل فورس عن الهنج. هيطلع ال F بالنيجاتيف يعني عكس الاتجاه. دي الفكرة اللي عندنا الرابعة، اللي هو احنا بنحسب ال F H وال F V ونجيب مكان تأثيرهم فين عشان نشوف تبعد كل فرصة عن ال H عن الهنج مسافة قد ايه، ونجيب قيمة الفرص. فدي الفكرة الرابعة. نيجي لآخر مسألة عندنا وآخر فكرة، إن في اسطوانة مغمور عليها ووتر او محطوط عليها ليكويد، والاسطوانه دي فيه هول او فتحه قطرها 1 فيت. فعايز يعرف الفرص اللي هتأثر على الاسطوانه دي في بعيدها عن الفتحه دي مقدار قد ايه. فهنحسب الاف فيرتيكال والاف هورزونتال. فلو جينا بصينا الاف هورزونتال، الاف هورزونتال اللي هنا هي اللي هتأثر هنا عكس الاتجاه، فيلاشوا بعض.
فنيجي نشوف الاف فيرتيكال. طيب احنا عندنا دي سفير، فنيجي نحسب الاف فيرتيكال واحد ازاي، اللي احنا هنقسم الدايره دي لمجموعه من النقط عشان نقسمها لجزئين. يعني مثلا هنيجي نسمي ان الدايره دي A B C D G H، والمسقط ال A وال B هو ال F وال H. فهنتعامل مع الجزء اللي فوق الأول، يعني هنتعامل مع نص الدايرة، بعد كده ناخد النص أو الجزء اللي تحت اللي المية هتلمسه، يعني المية هتلمس الجزء اللي فوق ده، بعد كده تلمس اللي هو من ال A لحد ال C ومن ال B لحد ال D. فهنتعامل مع الجزء اللي فوق الأول، فهنشوف ال F vertical بتأثر فين. لو جينا عملنا هول هتبقى المية هتنزل لتحت، فهتبقى ال F vertical لتحت. طب عايزين نحسب الفوليوم، فال F vertical الأولى هي الجاما ووتر في الفوليوم. طيب الفوليوم هو ايه؟ هو فوليوم الاسطوانة اللي هي A B F E، الاسطوانة دي ناقص فوليوم نص السفير. تمام كده احنا جبنا ال F vertical الأولى. طب نشوف الاف فيرتيكال الثانية، ان احنا عايزين نحسب الجزء ده اللي هو من البي دي والاي سي، لو اسقطناها هتبقى مسقط الاي بي، مسقط السي كي، مسقط الدي ام، ومسقط البي اف. فبعد ما اسقطنا البوابة دي والبوابة دي، طب عايزين نعرف بقى الحجم ده كام والحجم ده كام. فنيجي نشوف ان الحجم الكلي اللي هو حجم الكورة اللي هو A H B G، لو طرحنا منها حجم الاسطوانة هيدينا الحتة دي كلها. طب لو طرحنا من ال C لل D اللي هو نص ربع أو الجزء ده جزء الكورة، يعني جزء من الكورة، هيبقى يعني هيدينا الجزء ده والجزء ده. إيه، احنا خدنا حجم الكورة دي كلها، طرحنا منها حجم الاسطوانة دي كلها، طرحنا منها حجم الكرة اللي تحت دي أو جزء من الكرة اللي تحت دي، هيدينا الحجم ده والحجم ده. هنعوض بقى في كل قانون ونطرحهم من بعض ونضربها في الارتفاع، نضربها في الجاما اتش في الجاما ووتر، نجيب الاف الفيرتيكال. طيب الاف الفيرتيكال هتساوي الاف في 2 ناقص اف في 1. طيب بعد ما اسقطنا البوابات على المستوى، مستوى سطح المستوى سطح السائل، عشان نحسب الاف في 2، فهتبقى عشان نجيب الحجم ده والحجم ده، هيبقى حجم الاسطوانة دي كلها زائد حجم نص الكورة من الـ A للـ B، يعني حجم الاسطوانة من الـ A للـ B، يعني الاسطوانة A B F E، هنجمع عليها حجم الكورة اللي هي الـ A G B. فهنجيب الحجم ده كله، نطرح منه حجم الاسطوانة اللي تحت اللي جوه ده اللي هو الجزء ده، ونطرح منه الجزء بتاع الكورة اللي في الفراغ ده، فهيدينا الحجم ده والحجم ده. طيب احنا عندنا نجيب بقى ال F vertical total، هنطرح ال F vertical 2 ناقص F vertical 1، يعني لو طرحنا الشكل ده حطيناهم على الشكل ده وطرحناهم مع بعض، هيدينا الدايرة دي كلها ناقص الاسطوانة اللي في النص ناقص نص الكورة. فاحنا كده جبنا الفوليوم بتاع ال F vertical total. فهنعوض في القوانين بتاعت كل شكل مساحته قد ايه في الارتفاع، نجيب الفوليوم. فاحنا كده جبنا ال F total. طيب هو عايز بقى الفورس اللي تأثر على السلندر ده خليه يتحرك او يطلع من الهول، فهنجيب سيجمال الفورسز في اتجاه الواي هيساوي الويت لأسفل ناقص ال F vertical لأعلى. كده احنا جبنا الفورس دي قيمتها قد ايه، لو زودنا عنها كده ممكن
السلندر تتحرك. ده السفير، ودي القوانين اللي انا شرحتها قبل كده، ان ال h هتساوي ال r ناقص r كوزاين، وان الزاوية تبقى 30 لو ال r بواحد. دي عشان نحسب يعني الجزء بتاع السفير ده وده وده. كده احنا خدنا افكار الشابتر 3 للجزئين، الفيديو اللي فات والجزء ده، عرفنا الافكار عاملة ايه وعرفنا القوانين اللي نستخدمها. وكده خلصنا شابتر 3، ويا رب الفيديو يفيدكم تستفيدوا. شكرا، السلام عليكم.